هو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه امبارح باستكمال تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بحماية الشواطئ بمدن الساحل الشمالي خصوصا في الإسكندرية، وده وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية وتدقيق الدراسات ذات الصلة بمعالجة ظاهرة النحر وتآكل الشواطئ للحفاظ على سلامة المجتمعات العمرانية الساحلية وصون الاستثمارات بها. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء بحري أركان حرب أشرف عطوة قائد القوات البحرية، واللواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بحري أركان حرب محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشؤون الهندسية، والدكتور حسن أبو سعدة استشاري الأعمال البحرية، والدكتور إسماعيل المرقبي رئيس مجموعة شاكر الاستشارية، والمهندس معتصم الغربلي رئيس مجلس إدارة شركة الغربلي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع على مشروعات تطوير وحماية الشواطئ بمدينة الإسكندرية والساحل الشمالي، وقد وجه السيد الرئيس باستكمال تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بحماية الشواطئ بمدن الساحل الشمالي خاصة الإسكندرية وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية وتدقيق الدراسات ذات الصلة بمعالجة ظاهرة النحر وتآكل الشواطئ للحفاظ على سلامة المجتمعات العمرانية الساحلية وصون الاستثمارات بها. وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم استعراض المشروعات الحالية القائمة بالفعل وتلك المستقبلية بواسطة شركات القطاع الخاص، وذلك في إطار التطوير والتنمية وحماية الشواطئ امتداداً من منطقة أبو قير حتى عمق الساحل الشمالي الغربي، بهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة بمختلف مكوناتها خاصة الطبيعة المتميزة والفريدة للسواحل المصرية على البحر المتوسط. دلوقتي هنتابع مع حضراتكم أبرز وأهم الأخبار اللي حصلت امبارح، واللي من أهمها أن رئيس الوزراء عمل الاجتماع الثامن للجنة المعنية بتحضير لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 27. كمان تابع توفير المواد الخام للمحجرية اللازمة لتنفيذ القطار الكهربائي، وأخبار تانية كتير هنستعرضها بالتفصيل في هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماع اللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بخصوص تغير المناخ، وتمت متابعة جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر اللي هينعقد في شهر نوفمبر الجاي بمدينة شرم الشيخ. وأكد رئيس الوزراء إن الحكومة حريصة على المتابعة الدورية لكل جوانب الإعداد للمؤتمر، وكمان أعمال تطوير البنية الأساسية في مدينة شرم الشيخ علشان المدينة تكون جاهزة لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في الحدث. كمان الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع لمتابعة توفير المواد الخام المحجرية اللازمة لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، وأكد أن الاجتماع ده جه في إطار التنسيق لتوفير كل المواد الخام والمحجرية للإسراع في سير العمل في مشروع القطار الكهربائي السريع. وعقد الدكتور مدبولي اجتماع لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم سياحة اليخوت في مصر، ووضح أن المنظومة الجديدة لتعظيم سياحة اليخوت واللي هيتم إطلاقها قريباً هتساهم في وضع الموانئ ومواقع المارينا السياحية المصرية على الخريطة السياحية العالمية، وكمان هتجذب المزيد من اليخوت السياحية الأجنبية لزيارة مصر كمقصد للسياحة البحرية. والتقى الدكتور مصطفى مدبولي السيد مارك بارتي سفير فرنسا في مصر، وأشاد بتنامي علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس إيمانويل ماكرون وتنوعها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والبرلمانية، وكمان التعاون التنموي وتعدد الزيارات بين الجانبين على مستوى كبار المسؤولين. وأكد مدبولي تطلع مصر لاستمرار التعاون الوثيق بين البلدين خلال فترة الولاية الثانية للرئيس ماكرون، خصوصاً في ظل التحديات الدولية الاقتصادية اللي بتلقي بظلالها على العالم في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وفي أعقاب جائحة كورونا. من ناحية تانية أكدت الحكومة أن الخبر اللي تم تداوله بخصوص انتشار عبوات زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة لغياب الرقابة على الأسواق هو خبر غير صحيح،
وشددت إن كل المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق بما فيها الزيت آمنة وسليمة وصالحة للاستهلاك ومطابقة لكل المعايير والمواصفات القياسية، وبتخضع كمان لعمليات فحص ورقابة دورية في أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة. تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وزارة الداخلية هتطلق فعالية يوم 30/6/2022 المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد. خلونا نشوف التقرير. تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو، وزارة الداخلية تطلق فعالية يوم 30 يونيو 2022 ضمن المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد، بالتنسيق مع عدد 22 مول تجاري وعدد 16 شركة وكيان تجاري وصناعي بإجمالي 426 منفذ، وعدد 52 سلسلة مواد غذائية ومطاعم بإجمالي 359 محلاً، وذلك بجميع أنحاء الجمهورية لتوفير منتجاتها من مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية وتقديم خدماتها للمواطنين بخصومات خاصة. مبادرة مجتمعية تهدف لاحتفال بيوم 30/6 وعملية تكافل مجتمعي بين أفراد المجتمع، ولذلك يتم تخفيض الأسعار في جميع سلاسل المحلات لتناسب جميع أفراد الشعب. داعمين في اليوم 30/6 دوت حاجات كتيرة وعاملين خصومات كويسة جدا. في خصومات كبيرة جدا جدا احنا عاملينها بمناسبة اليوم السعيد ده، وان شاء الله هيبقى عيد قوي لينا كلنا، وان شاء الله الناس كلها تحس بالفرق. 30/6 مبادرة جميلة جدا من معالي رئيس الجمهورية، حاجة جميلة وكلنا بنساعد فيها، وتاني مرة على التوالي أنا موجود هنا، حاجة رائعة. وانتظرونا 30/6 بخصومات جميلة. احنا عندنا مش أقل من 80 فرع على مستوى مصر. الفروع دي كلها إن شاء الله لنا عروض خاصة ب 30/6. حاول نساهم على قد ما نقدر ولو بجزء بسيط، ونشارك مع الشعب ومع البلد في مناسبة جميلة زي دي، وهنقدم أقصى ما عندنا من الخصومات، وهنعمل كل الواجب اللي تشعر به الشعب المصري بأن السيد الرئيس مع الشعب وبيقدم للشعب كل ما يمكن من مجهود بيعمله هو والحكومة. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد. هذه الفعالية تأتي إلى جانب استمرار فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع 33 سلسلة تجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالي 1002 فرع على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت. المبادرة صراحة حاجة كويسة قوي، أنا شايفة أسعار فعلا كويسة، يعني ده الزيت يعني ما شاء الله ونازل كتير. المبادرة كويسة جدا وعامل حاجات حلوة الصراحة. أنا باجي من هنا باخد المكرونة وباخد الرز وباخد كل حاجة في مبادرة اللي عاملها السيد الرئيس. مبادرة من الرئيس، حاجات بأسعار مخفضة جدا عن السوق، ولا حاجات جميلة قوي بنشكره عليها، ونتمنى تفضل موجودة على طول لأن الفرق في السعر جميل جدا بصراحة. المنتجات المعروضة في إطار المبادرة تتسم بالجودة العالية والوفرة في المعروض، وهو ما ساهم في إقبال المواطنين في ظل المتغيرات الدولية التي تؤثر على ارتفاع الأسعار، لتقدم الدولة كل أوجه الدعم للمواطنين. مشاركة من الدولة ودعم كبير لكل المواطنين بشكل عام لمساعدتهم على غلاء الأسعار الموجود في الوقت الحالي بسبب الأوضاع العالمية. وحقيقة فعلا هي الأسعار مختلفة، ونتمنى يعني من الرئيس أن المبادرة تستمر فترة أطول. حاجة حلوة وربنا يقدمها علينا كده، ويفضل الرئيس كده في المبادرة بتاعته دي معانا. وتستمر منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية عبر 1026 منفذا ثابتا ومتحرك في تقديم كافة السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة حتى نهاية العام الحالي،
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. محافظات مصر كان فيها مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة اللي حصلت امبارح، واللي من ضمنها سفير زامبيا في مصر وزوجته زاروا متحف الأقصر للاستمتاع بالحضارة المصرية. أما محافظ الشرقية فوجه ببدء أعمال تأهيل طريق الزقازيق الأحرار. كلية الإعلام في جامعة بني سويف حصدت المركز الأول في مبادرة كويكب مصر، وأخبار تانية من محافظات أخرى من أسوان والغربية وكمان من المنوفية. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث اللي حصلت امبارح، كان أبرزها إن متحف الأقصر بكورنيش النيل في محافظة الأقصر استقبل زيارة من سفير دولة زامبيا وزوجته خلال تواجدهم في محافظة الأقصر لقضاء الأجازة وسط الحضارة المصرية القديمة من المعابد والمتاحف الأثرية. أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليماته بالبدء فوراً في تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة وإعادة رد الشيء لأصله بطريق الزقازيق الأحرار بطول 1200 متر وبتكلفة 1,800,000 جنيه، وده بعد الانتهاء مباشرة من أعمال توصيل الغاز الطبيعي بالطريق. الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف أعلن فوز كلية الإعلام بالمركز الأول على مستوى كليات وأقسام الإعلام في الجامعات الحكومية والخاصة في مبادرة كويكب مصر اللي بتنظمها وكالة الفضاء المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. كمان تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود ونتائج القافلة الطبية بمدينة السبعية اللي نجحت في توقيع الكشف الطبي المجاني على 385 حالة مرضية عبر عدد من التخصصات، من بينها العيون والبطنة والعظام والجلدية والحنجرة والأطفال. كمان تم تحويل 60 حالة لإجراء عمليات في العيون، وتم تجهيزهم لإجراء العمليات بالمجان. الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية أعلن إن الطلاب نجحوا في محو أمية 16,006 من السيدات في الفترة من 2019 ولحد شهر إبريل 2022، وقام 9,438 من طلاب جامعة المنوفية المشاركين في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار في الفترة دي بمحو أمية 23,399 دارس، منهم 16,006 من السيدات بمختلف قرى ومراكز المحافظة. جامعة طنطا بتواصل إقامة قوافلها الطبية لخدمة المرضى بالقرى الأكثر احتياجاً بالغربية ضمن خطة الجامعة لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتوجهت امبارح قافلة طبية لقرية الناصرية مركز سمنود بالمحافظة، وتم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج ليهم بالمجان ل 1209 من الأهالي في تخصصات المخ والأعصاب والأطفال والعظام وغيرها من التخصصات المختلفة.